بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، والعن عدوهم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم. من الآداب العامة في القتال في الإسلام أن المؤمنين لا يبدأون بالقتال، وهو في الحكم الأولي مستحب، لكن قد يعرض له ما يجعله واجبا أو يجعله مرجوحا نوعا ما. إلا أن الحكم الأولي لقضية عدم بدء العدو بالقتال هو الاستحباب، بل الاستحباب المؤكد. هنا نأخذ عينتين، واحدة من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وهو ما حصل في كل غزواته وسراياه التي قاتلت، وواحدة من وصيه وأخيه وابن عمه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ عينة ما حصل في الجمل. في العينة الأولى نختار لكم غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر معلوم أن الغزوة وقعت قرب آبار بدر، وهي منطقة قريبة على المدينة المنورة ببضع كيلومترات، وهذا يعني أن العدو قطع أكثر من 470 كيلومتر من مكة المكرمة قاصدا القتال والاعتداء على المدينة المنورة، وقاصدا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله بحوالي 1000 مقاتل جاءوا مدججين بالسلاح والمؤن من مكة. الرسول صلى الله عليه وآله خرج لمواجهتهم عند آبار بدر، فلما تراءى الفريقان اصطف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بتوجيه منه ضمن النظام العسكري الذي قننه الإسلام للمقاتلين بميمنة وميسرة وما يصطلح عليه الجناحان، ثم القلب الذي هو مركز القيادة. هذا الاصطفاف تعقبه الصبر على ما يفعل العدو من اعتداء بالألفاظ، ثم تبعه اعتداء بالسهام، ثم تبعه اعتداء بتقدم مبارزين من صف المشركين أمثال عتبة وشيبة والوليد، ولحق ذلك الاعتداء بالهجوم بالفرسان والرجالة. كل ذلك تبع
بخطوة أخرى بعدية زمانا الصد من رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعنى أنهم لما جاءوا من مكة إلى قرب المدينة، هو صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين خرج للقائهم في بدر، ولما ناوشوا المؤمنين بالسهام والكلام النبي صلى الله عليه وآله لم يجبهم، ولما برزوا للقتال بعد ذلك رشح النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة، أي أن الرد والجواب صار ثانيا من رسول الله صلى الله عليه وآله، مكانا وزمانا وجهة وألفاظا وأداة عسكرية في الصد والرد. فلما اقتتل الفرسان بالمبارزة وقتل عتبة وشيبة والوليد، كان يفترض بالمشركين أن يمتنعوا من القتال لأن صناديدهم وشجعانهم وفرسانهم وأشجع من عندهم قد قتل، ولكنهم ما ارتدعوا فعمدوا إلى الهجوم. حتى مع هذا الهجوم كان الصد من رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم أشرعوا الرماح، فرجعت خيل المشركين لتهجم مرة أخرى. فإلى هذه اللحظة ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله البدء بالقتال. ثم لما هجموا من الطبيعي الله سبحانه وتعالى يأذن لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فصار رد الهجوم وانتهت المعركة بالفوز الساحق للمسلمين على المشركين. نلاحظ هذا الأدب، أدب عدم البدء بالقتال. ففي الأثر كثيرا ما نقرأ ونجد أن البادئ بالقتال والاعتداء هو باغ، والباغي مصروع. أما العينة الأخرى من أمير المؤمنين علي عليه السلام هو ما حصل في معركة الجمل، وهناك من الأخبار الكثيرة التي تشير وتبين أن الاعتداء بدأ من عائشة وطلحة والزبير ومن إليهم، وحدث اعتداء على البصرة في موقعة يقال لها الجمل الصغرى كما لنا في بدر الصغرى وبدر الكبرى، كذلك لنا مع الوصي الجمل معركة الجمل الكبرى ومعركة الجمل الصغرى. وفي الصغرى سبقت الكبرى بأيام، قتل فيها الكثير من أهل البصرة منهم الحراس لبيت المال ينوفون على 400 من السبابجة الذين هم من الموالي، ويبدو أن أصولهم هندية. ثم قتل جماعة من وجهاء البصرة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك الزمان لم يحرك ساكنا في صد العدوان أو الهجوم عليهم. فلما تراءى الجمعان واصطفى
وعمد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ترتيب الصفوف والميمنة والميسرة، حتى أن عائشة قالت: يفعل علي مع أصحابه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر. ثم كان من ذلك الشاب الذي تقدم وأشجر بالرماح والسهام وكان حاملا للقرآن، ومع هذا لم يحرك الإمام ساكنا إلى تلك اللحظة، حتى أن بعض وجهاء معسكري دخلوا عليه وقالوا: يا علي، إلى ما نصبر، أو حتى متى نصبر، وهم يكلمونه دخلت بعض أسهم القوم إلى أخبية المقاتلين المؤمنين من أنصار أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكان أمير المؤمنين ينتظر هذه اللحظات، لأن القاعدة الأولية تشير إلى أن العدوان دائما يصطحب خذلان. من ناحية أخرى، أن الصبور المتحمل يكون مظلوما، والمظلوم منتصر ولو بعد حين، فتكون همته بالقتال أشد من همة الظالم بالبدء بالعدوان. فلما دخلت السهام أخبية المقاتلين من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما قتل ذلك الشاب الفدائي الذي دعاهم إلى حكومة القرآن الكريم هنا، ودخل الوجهاء يحثون عليا عليه السلام بالشروع بالبدء لأنهم قد بادروا بالهجوم، هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أعرف بالحرب ومراسها من كل أحد، أمرهم بصد الهجوم. فما كانت إلا أن في بعض الأخبار أنه استمر يوما واحدا، وبعض الأخبار أنه يومين أو ثلاثة، على كثرة المقاتلين الذين نافوا على الآلاف. انتهت المعركة بخسران عائشة وقتل طلحة والزبير، في موضوع مفصل لسنا الآن في صدده. الذي حصل يوم عاشوراء، ولأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه آدابه وسننه وأخلاقه مهيمنة على الدين كله، كما هو واضح أنه جزء الإسلام العظيم الذي هو مهيمنا على جميع الرسالات، لا يشذ عن رسول الله ولا يبتعد عن وصية أبيه أمير المؤمنين ووصية أخيه الحسن سلام الله عليه في مراعاة الأحكام الشرعية والأخلاق النبوية في عدم البدء بالقتال. لهذا تكلم الحسين صلوات الله وسلامه عليه كثير جدا، حتى أنهم صاروا يقرعون الطبول ويحدثون ضوضاء وجلبة حتى يضيعوا الإصنات إلى الحسين عليه السلام وخطبه البليغة. ثم بعد الخطب خطب الأصحاب وقد أفرغوا وسعهم، حتى إلى درجة أن الحسين عليه السلام استدعى أحد الأصحاب وقال: لقد أبلغت لو كان يفيد النصح والإبلاغ، وشبهه بمؤمن آل فرعون. ثم خطب الأصحاب حسب ما استطاعوا وحسب ما كان في مقدورهم بإذن من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم عاد الإمام ليفرغ وسعه من الخطب الفصيحة البينة الجلية ذات البراهين والدلالات العميقة، إلا أنهم أصروا على أن يقاتلوه، ومع هذا لم يبدأهم بقتال. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه
كان يكره البدء بالقتال، كما تقدمنا لكم بأن البدء بالقتال الحكم الأولي له أنه نفس البدء هو مكروه، والصبر يعني عدم البدء بالقتال مستحب. لهذا لما رأى عمر بن سعد قائد الجيش الأموي أن الحسين عليه السلام لا يبدأ، مع أنهم تقدموا إليه بعمليات عدائية كثيرة، منها غلق الماء، ومنها الكلام النابي، ومنها الرمي بالسهام، ومنها الرمي بالحجارة، ومنها قرع الطبول لعدم سماع الخطب والبينات، عمد شخصا هو عمر بن سعد شخصا أخذ سهم وتقدم نحو عسكر الحسين سلام الله عليه، وصار قريبا منه وقال: اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد أني أول من رمى، أي أنه بدأ بالعدوان والقتال. ثم لما رأوا الناس ذلك رموا أصحاب الحسين ومعسكر الحسين بمثل المطر كما في الأخبار، حتى أنه لم ينج من أصحاب أبي عبد الله الحسين أحد بما فيهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلا وأصابه سهم من سهام الجيش الأموي الذي سماه الحسين سلام الله عليه شيعة آل أبي سفيان. هنا الأصحاب لما وجدوا أن الأوامر من الحسين سلام الله عليه لا تسمح بالبدء بالقتال، مع كل الاعتداءات التي حصلت من الجيش الأموي، انتظروا اللحظة الحاسمة لصدور القرار الذي يخول لهم صد الهجوم بما يستطيعون. فلما أصيبوا بالسهام التفت إليهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقال: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه. فهذه، أي السهام التي أصابتكم، هذه رسل القوم إليكم، أي يعلموكم ببدء الحرب وإذانا بوقوع القتال. الملاحظ في هذا الأدب الرفيع أولا أن من الآداب الإسلامية عدم البدء بالقتال مطلقا في كل الأحوال لكراهته، إلا ما استثني بالأدلة العارضة والأسباب التي تحيط بالموضوع من نحو خارج أصل الحكم الشرعي. الأمر الثاني أن بدء القتال يكون بعد عدوان العدو لا قبله، فإذا اعتدى العدو فللمؤمنين أن يردوه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وهذا الصد للعدوان هو واجب في حقيقته وحكمه الأولي، لأن الدفاع عن النفس واجب، وصد العدوان وكسر شوكة المنكر أيضا من الواجبات، لأنه يدخل في جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث الذي نلاحظه هو أن بعد إلقاء الحجج والبراهين والبينات والأسباب مفصلا، يقومون قومة رجل واحد ليلقوا بثقلهم على العدو، لأن المقصد هو ليس إطالة مدى الحرب ومدة الحرب، إنما القصد ردع العدو وكسر الشوكة له.
والحفاظ على الحسين عليه السلام وأهله وعياله، الذي يعني الحفاظ على الإسلام العظيم. لهذا لما ابتدأ القتال كانت الحملة الأولى بأشد ما تكون في النصوص، أنه اشتد القتال حتى أنه لم يرى مثله قبله ولا بعده، وقد أوقعوا وأوغلوا في الجيش الأموي قتلا وجرحا وتنكيلا، وأثخن الفريقان بالجراح والشهداء، وسقط من جيش الحسين عليه السلام 50 صريعا شهيدا في ذلك اليوم. إلا أن النقص لا يبين في المعسكر الأموي لكثرتهم، ويبين في معسكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه لقلته. النقطة الأخيرة التي نؤكد عليها التزاحم، دليل التزاحم بين البدء بالقتال وبين استغلال الفرصة، إذ أحيانا تكون مباغتة العدو مربحة، فبين دليل المباغتة ودليل الصبر وعدم البدء بالقتال، رجح الحسين صلوات الله وسلامه عليه عدم البدء بالقتال ولو حانت فرصة لقتل العدو. وهنا نلاحظ أنه حانت فرصة لمسلم بن عوسجة أن يقتل شمر بن ذي الجوشن، لأنه تعرض للخيام واقترب منها قبل وقوع القتال، حتى أنه استطاع أن يسدد له رمية قاتلة وقال: يا أبا عبد الله، ذرني أقتل هذا الظالم الباغي، ووصفه بصفات أنه لا يكون ألعن وأظلم منه. فقال الحسين عليه السلام: لا ترمه، أي لا ترمه بسهم قاتل ولا غير قاتل، فإني أكره أن أبدأهم بقتال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الالتزام بتعاليمه وآدابه وسننه، حتى نلحق بمحمد وآل محمد وهم عنا راضون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.